سلم على احبابك. كل عام وانت بخير. تشاو. كل سنه وانت طيب. ايوه هذا امي تقول لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كيف العيد؟ العيد العام الحمد لله. اليوم يوم الوقفه، يوم الوقفه صائم يما؟ اليوم صائم الحمد لله. وتتمني انك تكوني بعرفه ولا لا؟ اتمني اني اكون بعرفه مثل ما اذن الايام. كيف استقبلتي العيد؟ مو عملتي اليوم العيد ولا عملنا حاجه العيد ولا عملتي كعك ولا كعك ولا شيء؟ ابني عيد بدح ما يدري الا الله. هذا مو يقرب لك؟ هذا من هنا قرنا. واشتريت ملابس عيد؟ انا لا. وضحيه؟ لا. عدو ما اشتريت ولا ما تشتري الحق الان بعد المغرب؟ ما بوش. كل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيب، انت وامك محمد اجمعين، الله ينور طريقكم يسعدكم بحق هذين الايام. الله يسعدك ويطول بعمرك ان شاء الله. امين. الله يزيد برزقك وعافيتك. العيد قدو في الهاز والبخل في مجاز، العيد قدو في الهاز والبخل في مجاز، في خلي الحبزاز عيد قد اسمه عيد، أنا استنى يا عيد، في خلي الحبزاز عيد قد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. استقبال العيد إيش تعمل هنا؟ والله قاعد نشتري ضحية العيد. ضحية العيد كيف الأضاحي، غالية ولا رخيصة؟ لا والله غالية جدا يعني. اللي قبلك كان رخيصة؟ لا ما غالية، الحاجة اللي ملها غالي. الحالي غالي. وهذا ابنك؟ نعم. كل عام وأنت بخير؟ أنت بخير إن شاء الله. كيف العيد؟ ما بشتري لك بدلة؟ ما يتكلم، الله يديمكم بكل عيد إن شاء الله. بخير إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. وأنتم إن شاء الله بألف خير. كيف استقبال العيد قبل العيد بيوم؟ والله الاستقبال على نوعين، نوع فرح ونوع حزين. النوع الفرح هو الذي متواجد معه الأغراض مثل الملابس، مثل الأضاحي اللي تشوفوها الآن على وقسم ثاني الذي مش متوفر معه. طبعا في ناس مطحونين كثير بسبب الأوضاع المعيشة، بسبب الحروب، بسبب أسباب كثيرة، لكن أهم الأسباب هي هذا، مسألة المعاشات مش متوفرة، ارتفاع الصرف. يعني الآن نحن في هذا السوق يتبايعوا على الأضاحي من 250، من نص مليون. طبعاً اللي معه راتب محدود ما بيقدرش. إذن هي رسالة لازم نوجهها للأغنياء عشان الفقراء، إيش نقول لهم؟ أصحابكم، جيرانكم، أهل الحي، أنت عندك ما تقدر تأكل 10 أيام 15 يوم بالراحة، لكن غيرك ما يحصلش اليوم الواحد إيش يأكل. فأرجو أن يكون هناك مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بالأضحية، يقسمها ثلاث أقسام، وأنت قادر على أنك تأكل طول السنة لكن غيرك ما يقدر يشتري حتى الكيلو اللحمة. فالتفقد يعني الجانب الاجتماعي الذي تعودنا عليه في تعز التآلف، هذا لابد أن يحيا ولا يموت بيننا إن شاء الله. الكل يفرح، نتمنى أن الأغنياء الذي قادر على أن يكفل واحد بكسوة أو واحد مثلا بملابس عيد يستطيع أنه يكفل واحد أو اثنين، يبادر لا يتأخر، بكرة عيد والناس بيكونوا مش فرحانين مثلك، فافرح غيرك. العيد هو لأنه يعود عليك، يعود عليك كل سنة. طيب كيف بيعود على الناس اللي جنبك؟ يعني النبي يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. يا سلام، هي رسالة جميلة. إن شاء الله كل عام أنت بخير صحة وسلامة يا رب. الله. كل عام أنتم بخير. وأنت بألف خير صحة وعافية. كيف استقبال العيد؟ والله الحمد لله تمام، لا بأس. اشتريتم أضحية؟ لحد الآن لا. اشتريت أضحية؟ العيد تمام طبعا، أول ما جاء فرحة بمناسبة العيد، واكتسر إني لما دخلنا المربح نسينا نشتري، ضاع العيد كله. إن شاء الله تسهل، شوفي أضحية رخيصة إن شاء الله. أي هو بيني وبينك أحسن من السنة الأولى بقليل، بس يعني مكانه غالي يعني بالنسبة للمواطن والدخل المواطن، يعني بالنسبة لدخل المواطن، دخل المواطن قليل. لما تقضوا العيدين ولا في بلاد؟ لا والله الحمد لله هنا. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم انت بخير. انت بخير يا حبيبي. كيف استقبال العيد؟ والله الحمد لله. اشتريت ملابس العيد؟ للاسف عادوا. وقال استبيع. كيف الاسعار عندك؟ تمام. الاسعار مع ارتفاع الصرف والتلاعب بالدولار السعودي ضروري يعني في ارتفاع. طيب ايش الاشياء اللي بتمارسها انت في قبل العيد بيوم، ايش تعمل بالضبط؟
والله اطلب الله ليوم العيد الصباح هذا اولا. ما تصوم؟ لا انا اليوم للاسف يعني. كل عام وانت بخير اذا. وانت بخير يا حبيبي. صحه وسلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. ايش تعمل بالسوق؟ والله نتقضي. ايش اشتريت؟ اشترينا معواز وشميز و... كيف الاسعار تمام؟ هذا العيد غير. سعر غير يعني حلو يعني. اقول لك الاسعار الشميز ب 10 و5 حصلوه، المعوز من 30 ومطلع. لا ذمار، لا ذمار، لا صنعاء. الله يعيدك بكل عيد ان شاء الله، اهم شيء عيد العافيه. عيد العافيه ان شاء الله. كل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. كل عام وانت بخير. علينا وعليكم بخير. مو جالس تعملي بالسوق؟ نزلنا شنو صرف الدنيا غالينا، احنا جالسين مشارحين. ولا اشتريتي شيء؟ كشل اكو زبادي و اشتريتي ضحيه؟ ايه. ملابس؟ ما شغلناش، الدنيا غاليه نار. ان شاء الله تتسهل. ان شاء الله، الله كريم. كل عام وانت بخير، اهم شيء العافيه. علينا وعليكم بخير. ربي يطول بعمرك يما. جميعا ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير. علينا وعليكم بالعافيه والصحه. تستقبلي العيد كل سنه؟ انا بخير. الحمد لله، والعيد عيد العافيه مثل ما يقولوا. العافيه. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخيرين، ماني بخير جميعا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك ويسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بالف الف خير حبيبي. الروحاني ابوك هك. حياك الله حبيبي، الله يحفظك. ايش عاملين؟ امين ان شاء الله. صايمين؟ صايمين نعم. استقبال العيد بالصوم والاشياء الخيريه؟ بدون نشكرهم على الايام العشر هذه الله خير، ما نعني الدنيا نعمه طيبة الحمد. كيف الوضع تمام؟ والله الوضع الحمد لله ما في أي حاجة، كله تمام. والعيد واقي بخير؟ والعيد جاي بخير والحمد لله، والذبائح متوفرة والحمد لله بخير. الله يديم اللي بتسامع على وجهك. الحمد لله نحمده ونشكره، أهم شيء تصبر بلادنا إن شاء الله، الله كريم يا رجال. تصبر بالوجوه الطيبة هذه إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله وأنا همك. كل عام وأنت بخير مجددا. خير حبيبي الله يحفظك. السلام عليكم. كل عام وأنت بخير. كل سنة وأنت بخير إن شاء الله. كيف استقبال العيد؟ العيد تمام إن شاء الله خير. عيد خير. ايش تعرف ايش جالسين من تتهادروا يعني قبل عيد؟ هذا عاده التقاليد الهدر هذه اللي على جنب. فرحه وسرور ومحبه واخاء وصله الرحم وزياره الاقارب وزياره المرضى وزياره هذا يعني واجب على كل مسلم. احنا قبل العيد ايش تعملوا قبل العيد دائما؟ قبل العيد يعني نشتري الحاجات، نجهز الحاجات يعني جعلة العيد وصرفة العيد وبهارة الكبش والحاجات هذه والبصل والثومار والبطاطس كل حاجة جاهز. اشتريتهم مضحية؟ كل حاجة. كيف الأسعار هذه السنة؟ نار. أهم شيء الضحكة هذه ما هيش نار. لا لا أنا أضحك دائما كذا الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يديم الضحكة ويديم عيدكم كله سعادة. كله سعادة إن شاء الله. والأمة الإسلامية والعربية بخير وسلامة، وإن شاء الله اليمن في المستقبل أحسن وأحسن أحسن وأحسن، كل سنة تجي إن شاء الله ونحن أحسن وأحسن، مهما الغلا هذا في غلا، في غلا فاحش، في ناس الحين بيعيدوا وفي ناس ما بيعيدوش، إنما الله سبحانه وتعالى أنت جارك ما يمكن إنك بتاكل لحمة وهو يعني وأنت لازم تجي، لازم لازم إنك إيش تاكل. إذا أنت تأكل وقالك ما أنتش مسلم، ليس الإسلام، أنت لازم تأكل وتعمل بأس الفقير. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بمنه ثلث أجزاء للجيران والفقراء ونص لك، نص وزعوا المساكين ونص الباقي لك. سهل إن شاء الله، أهم شيء الروح الحلوة هذه عادة موجودة لحد الآن، والعيد عيد العافية مثل ما يقولوا. عيد عيد العافية وكل الناس بيعيدوا، الفقير ده ياكل والغني بياكل. يا سلام، كل عام وانتم بخير مجددا. يعطيكم الف عافيه ان شاء الله وانتم بخير.